طبعا المشدات هذولي من احسن واقوى واحلى، يعني جودة جدا عالية من المشدات. اول شيء وايد باردين على الجسم، مو من النوع اللي تحسون بحرارة ويأذونكم ويضايقون ويخنقون. ثاني شغلة، شوفوا هذا السيليكون يمسك على الجسم، يعني مو لما تلبسونه ترفعونه لي فوق، مو من النوع اللي يتكور يتكور يتكور، لا، هذا السيليكون هو اللي يمسك على الجسم. بعدين ما يشف على الملابس، يعني لما تلبسونه ما يعني كلش ما يبين تحت الملابس ابدا، ووايد يضب الجسم، وايد يغسم الجسم، حلو حلو حيل. يعني تقدرون تلبسونه باليوم 8 ساعات ولا تحسون ان انتو مكتومين ومخنوقين ومتضايقين. وايد احبهم، في عندهم كذا لون وكذا براند. شوفوا بعد هذا طلبته اللي يصير كامل، اوكي، اللي يصير كامل يعني شورت كذي، او نقول لي تحت الركبة. هذا وايد حلو، هم طلبته منهم، جودته جدا عالية. انا كان عندي، بس كان عندي اكبر، الحين شوية ضعفت فخذت مقاس اصغر. ونقول الف 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 مبروك حق مترو برازيل، اخيرا صار عندهم تطبيق تقدرون تحملونه عندكم وتطلبون اللي تبونه. وبهالمناسبة مسوين خصم 25% على تقريبا كل شيء، اتوقع على المشدات اكثر شيء الخصم 25%. حملوا التطبيق، رفعوا الشاشة فوق، وهذا ضروري يكون عندكم، ضروري، اصلا عندهم وايد اشياء مو بس مشدات. هذا هو تطبيق مترو برازيل، عندكم هني الثلاث نقط اللي تحت تقدرون تدخلون تغيرون اللغة اللي تبونها، اوكي، هذا شغلة هني يعني سيتنج عندكم. الشيء الثاني عندكم في ثلاث شطات فوق تضغطون عليهم، كل الاكونتات ملوتهم من ملوت السوشيال ميديا راح تلاقونهم هني انستغرام. لما تدخلون قسم المشدات هني، شوفوا هذا كله قسم المشدات، دخلوا على القسم اللي تبونه، لنفرض هني قسم الشورت لانه هو اكثر استخدام، هذا كله موجود هني. اذا دشيتوا على مثلا هذا، اوكي، راح تنزلون تحت، اي شوفوا هني راح تلاقون كل المعلومات اللي تخصه وتقييم تقييم النايس شنو تقييم الناس. شوفوا الناس ايش كاتبين، اللي طالبين خفيف ومريح، الماتيريال ما عليه كلام، المنتج روعة، مناسب، عرفتوا كذي. على اي شيء تبون تطلبونه راح تلقون الفيدباك الناس عليه. مترو برازيل الخصم مالهم بس اسبوع واحد، فلحقوا ويوصلون ترى كل دول العالم. بعد في شغلة مهمة، عشان تحصلون على الخصم لازم تستخدمون الكود مالي، راح أحطلكم إياه بالسناب الجاية.